عمرك يعني اطلعت على الدستور او قراته؟ لا والله توش. والحقيقه لا قريته ولا اعرف عن مواده حاجه غير اللي سمعته في التلفزيون من الخبراء السياسيين والاعلاميين. اه فعلا قرات الدستور امبارح، لسه قاري امبارح يعني. لا لسه حضرتك لسه. اه والله انا قريت الدستور واطلعت عليه عن طريق ثلاث حاجات، يعني قريته في جامعه التاسيه في اثناء المناقشات، وبعد كده قريته كمسوده نهائيه اللي سلمها المستشار غرياني للسياده الرئيس، وبعد كده اطلعت عليه مره ثالثه عن طريق ملف صوتي موجود برده مسجل عن طريق الانترنت. لا ما اطلعتش عليه ولا قريته. قريت الدستور وفي قوانين فيه يعني موافق عليها وفي قوانين مش يعني في حاجات موافق عليها وفي حاجات مش موافق عليها. ان شاء الله باذن الله. قراتها ان شاء الله. اه قريتها كلها. والله لسه يعني ما لسه. حاجات بسيطه منها. قرأ ده نص. طب هل في النية ان حضرتك تقراه في المستقبل او في او قبل الاستفتاء او بكره او كده؟ والله كنت اتمنى انه يعرض علينا عشان نقراه قبل الاستفتاء، لكن كده كده هنضطر ان احنا نقراه بعد الاستفتاء على الاقل عشان عارفين حقوقنا ايه. هو حضرتك هو ما فيش وقت كافي انك تطلع او تشوف او انك تحضر دستور اصلا تعمله عشان الناس بس. لا ان شاء الله مفيش توافق. اللي انا شايفه انه مفيش توافق يعني. اكيد اقرا الدستور كله عشان اعرف اروح اقول اه او لا، فدي حاجه اكيد يعني. والله ما فيش وقت بقى خلاص، ده هو الاستفتاء يوم السبت. بعد حتى الاستفتاء؟ لا ممكن بعد الاستفتاء ان شاء الله. ان شاء الله ناوي قبل الاستفتاء. عاوزين نعرف هل حضرتك هتروح ولا لا، وهتروح ليه ومش هتروح ليه؟ لازم اروح، اصل المقاطعه انا بعتبرها ان ده نوع من الموت السلبي. لابد يكون لنا دور في الحياه، احنا عايشين في بلد والبلد اسمها مصر، وبلد استراتيجيه وليها مركز وليها قوه، يبقى لابد ان الشعب كمان يبقى على نفس القدر المسؤوليه في المركز وقوه البلد، فلابد ان احنا نروح. اكيد طبعا ان شاء الله اروح يوم السبت الاستفتاء، وهنزل اقول لا طبعا الدستور اصلا بيفرق بين الشعب المصري كله، ما بيدوش حقوق للناس البسطاء والناس الغلابه دي مش هتلاقي تاكل بعد كده. اكيد بس بلا، عشان ما فيش دستور بيتعمل من يوم وليله كده. باذن الله ده حق، فضلنا ننتظر 30 سنه ان يبقى لنا حق ان احنا نصوت في انتخابات او استفتاءات، فمن المؤكد احافظ على الصوت لانه امانه. يعني ان شاء الله حسب الظروف بقى باذن الله اروح ان شاء الله. اكيد باذن الله هروح. لا 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 مش هتروحي اصلا. انا رايحه بس هقول لا. اه ده اكيد ان شاء الله. اكيد طبعا. حاسس ان صوتك ايه؟ اكيد لو صوتي وصوت الناس كلها ان شاء الله. تمام. اه طبعا اكيد.